أنا السيد أشرف فؤاد وهو محلل مالي من الكويت. أشرف أهلا بك معنا، وأبدأ معك من الأداء العام بشكل عام للمؤشرات الكويتية. شاهدنا نتائج بعض الشركات بداية، كيف كانت قراءتك لهذه النتائج ولماذا تأثر السوق سلبا فيها؟ حقيقة شفت أنت من كام دقيقة كانوا الناس بيسقفوا ألمس إن حد شعار المضاربين النهاردة، واحد بيقول للتاني إن جريت مع المشاة فأتعبوك فكيف تباري الخيل، فرد عليه تاني قال وإن كنت منبطحا في أرض السلام فكيف تباري الهوامير. الحقيقة المضاربين خلال الفترة اللي فاتت في السوق بدأوا يتابعوا يحطوا عينيهم على بعض المضاربين الكبار اللي بيطلعوا بينزلوا في السوق، كان الناس بتصفق علشان سهم من الأسهم الصغيرة أغلق الحد الأعلى. لو تلاحظ حضرتك أن السوق خلال الفترة الماضية تأثر بعدة عوامل، أهمها الصيف وشهر رمضان، ثانيا انتخابات مجلس الأمة. حاليا مجلس الأمة أفرز عن حوالي 30% من الأعضاء الناجحين اقتصاديين أو شهادتهم اقتصادية، والحقيقة يجب أن يكون أيضا يوازي ذلك الحكومة تكون فيها توجه اقتصادي قوي. محتاجين الحقيقة حقيبة اقتصادية، نتمنى ذلك أن يكون هناك حقيبة اقتصادية، نتمنى أن يكون العلاقة بين، وهو ما يخصنا في السوق، العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة هي علاقة تنافسية ولكنها في تصب في الصالح العام وليست من قبيل إن حبيتك ما دامك الظهر، ولا أن يكون في تحدي زي اللي يقول ان اللي يحب واحد يبلع له الزلط واللي يكره واحد يتمنى له الغلط. لا، عايزين الحكومه الاقتصاديه تعمل بشكل عام، والنقد طبعا لازم يكون في نقد ولازم تكون رقابه. دور مجلس الامه ان يراقب اعمال الحكومه وان يكون هناك رقابه او نقد للسياسه نفسها. اتمنى ان نرى خطه تنميه حقيقيه بعيدا عن القرارات الشعبيه، القرارات التي تدغدغ مشاعر المواطن دون تحقيق عوائد جيدة. الحقيقة الكويت لابد أن تجد بديل قوي للاعتماد على النفط كمصدر رئيسي في الميزانية. المصدر حوالي 96 أو 97% من ميزانية الكويت من النفط. السعودية شفنا نما معدل أو ارتفاع الأرباح من في الميزانية بتاعت السعودية من الأرباح غير النفطية أو العوائد غير النفطية. يجب أن تعمل الكويت على إيجاد بدائل للنفط وإيجاد صناعات وإيجاد حتى لو صناعات بتركموائية في مجال النفط. ده كله ينعكس على السوق بشكل إيجابي، يعني يجب أن ننمي الاقتصاد الكلي. سمعنا عن مترو في السعودية، نتمنى أن نرى مترو أو حتى قطر في الكويت. ده كله هيصب في الاقتصاد العام. بالفعل سيد أشرف، ولكن يعني تحديدا اليوم بالنسبة إلى نتائج الشركات فشهدنا ارتفاع لأرباح الصافية لشركة طيران الجزيرة بحوالي 50%، ولكن على الرغم من ذلك ألا تعتقد بأن السهم يتداول دون مستويات العادلة له؟ الحقيقة في بعض الأسهم النتائج غالبا النتائج حضرتك في السوق الكويتي لا تنعكس، يعني اداء الشركات او سعرها السوقي لا يوازي او يساوي او يتماشى مع معدلات الارباح. يعني احيانا تعلن بعض الشركات زي ما حضرتك تفضلت عن نتائج ايجابيه وتلاقي السعر السهم بينزل حد ادنى، واحيانا بعض الشركات تعلن عن خسائر وبعضها يعني قارب على التصفية وتجد أنه يعلى بالسعر العالي. الحقيقة عشان نوصل لمستوى عادل يسموه برة السوق الكف الافيشنت ماركت، عشان نوصل لهذا المستوى محتاجين أن قوى الطلب والعرض تبقى سليمة ما يبقاش فيها تأثير. محتاجين أيضا لدخول صنع سوق حقيقي، صنع سوق يكون يقدم دور صنع السوق اللي يقدم زي السعر. لما يكون السهم ده هو مقتنع به زي طيران الجزيرة أو غيره، هو مقتنع بالسهم، فلما يجي حد يبيع بمستوى رخيص هو بيشتري، فالسهم يوصل لحد يسموه البريك ايفن او حد التعادل او السعر السوقي العادل. الحقيقه معظم الاسعار في السوق الكويتي اما اقل من قيمتها الحقيقيه او اعلى من قيمتها الحقيقيه، وده علشان ما فيش صانع سوق حقيقي وما فيش
تداول فعلي دون دخول مضاربات عنيفة ب يعني آراء أخرى تدخل في الأمور أو أفكار غير إيجابية يكون السبب منها مضاربات عنيفة فقط وليس الهدف الاستثمار في هذه الشركة.